لاعبي منتخب افغانستان على فهد الرشيدي، لاعب مهاري يعود بالكرة لعلي الاسمري، علي يلعب كرة عرضية، محاولة العمري عبد الاله، جول جول جول. موهبة شابة نتمنى باذن الله ان تخدم المنتخبات الوطنية في المشاركات القادمة. كرة بالكعب من رشيدي لحمدان، حمدان محاولة للمنتخب السعودي، سامي جول سامي جول. من الدفاعات السعودية العمري للبقعاوي المنتخب السعودي، عبد الاله الاسمري تمريره جميله لسامي نجعي لعبد العزيز العرياني، محاوله الان للمنتخب السعودي، العرياني سدد، الله. سامي نجعي المتخصص في الكرات الثابته لمنتخبنا يلعب كره عرضيه، محاوله الراسيه، جول الراسيه، جول. وعن طريق من؟ عبد الاله العمري، عبد الاله العمري واللي ذكرنا. يلعب كره الجهة اليسرى احمد با مسعود لسامي النجعي المنتخب السعودي، تمريره جميله لعبد العزيز العرياني، عبد العزيز يحاول، جول 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 جول. الى العرياني والراسيه والمحاوله تعود من جديد، عبد العمري من الكره لسامي النجعي، كره عرضيه، محاوله راسيه، جول يا عيني. وللمنتخب السعودي سامي النجعي، المنتخب السعودي تمريرة سريعة ومحاولة فهد الرشيدي للمنتخب السعودي، والكرة والهدف، الهدف السام، ليصل إلى الرقم 11 من مبارتين في نسبة الأهداف ويتجاوز العشر أهداف العراقية. كرة عرضية، محاولة والتسديد، جول.